طيب، على ذكر برضو هذا الاهتمام الكبير، لأن المباراة عربية عربية والمنافسات العربية العربية دايما كانت من قبل كده بيبقى فيها شيء من الحساسية. هنشوف في تقرير ثلاثة من الأشقاء العرب، يمكن من الجزائر، أحمد بن خريفية راجل جزائري جه القاهرة مخصوص عشان يحضر المباراة، واستقبله الكابتن الخطيب واداله درع النادي ورحب بيه في النادي، اتصل بيك وهو في المطار، والحياة حرص انه يروح النادي ويقابل الكابتن الخطيب. ده لما الكابتن قابله واداله درع النادي ورحب بيه في النادي، يعني كلمني من المطار قال لي انا بتحرك اهو هعرف اخش الماتش ولا لا. حضر احمد المباراه، التقى النهارده مع الاصدقاء الفلسطينيين ضياء الزهري نائب رئيس رابطه محبي الاهلي في فلسطين، والكابتن انور الغيلاني رئيس ملتقى مدربي قطاع غزه، ده راجل مدرب كوره كبير. الثلاثه مع بعض كان ليهم هذا التقرير عن الاهلي والوداد. اولا تحيه طيبه لجمهور النادي الاهلي من الجزائر في الى مصر. شعبيه النادي الاهلي في الوطن العربي بشكل كبير هو الرقم واحد اكيد، هذا بصفه عامه. شعبيته في الجزائر اعتقد بان معظم الجزائريين يعشقون النادي الاهلي لعراقه هذا الفريق ولتاريخ هذا الفريق وللقب هذا الفريق. ولدنا صغارا فوجدنا النادي الاهلي هو البطل، ولد كبرنا قليلا فوجدنا الاهلي مسيطرا، نمونا واصبحنا شبان فوجدنا الاهلي محلقا عاليا. شعبية النادي الأهلي في الجزائر شعبية كبيرة، كل الجزائريين يعشقون النادي الأهلي. كرة القدم لا تعترف بصاحب الأرض ولا بصاحب الجمهور، كرة القدم تعترف بالأفضل والأحسن. أعتقد بأن النادي الأهلي بإمكانه أن يفوز، شفنا لقاء الذهاب الأهلي كان مسيطرا على كافة أطوار المقابلة، خطأ صغير جدا كلف النادي الأهلي، ولكن من المحنة تلد المنحة. النادي الأهلي بحول الله في الرباط سيكون محاربون النادي الأهلي قرنطة وحرارة، وسيكونون في أحسن أحوالهم. مدرب كولر مدرب عالمي أكيد لمسته ستكون واضحة في مباراة العودة. الآن الضغط لن يكون على الأهلي بقدر ما سيكون على الوداد، أعتقد بأن الأهلي سيعود باللقب من الرباط إن شاء الله. أنا أتوقع للنتيجة حتى يكون منطقي مع الناس، ما نتكلمش بالعاطفة، أقول 1-1 بين الأهلي والوداد. بداية اسمحي لي أن أقدم التحية لقناة النادي الأهلي من قلب النادي الأهلي. طبعا النادي الاهلي يعني لما بتذكر النادي الاهلي تحديدا عندنا احنا في فلسطين له مكانه خاصه وله حب بطعم خاص. اولا يعني لعده ارتباطات، يعني الارتباط الاول يعني ما جاش حب النادي الاهلي من فراغ، يعني الناس كده لانه حمل بدايه رساله في عام 43 كان هنالك لاعب لفريق النادي الاهلي في فلسطين، واحنا طبعا ما عاشرناش هذا الجيل، لكن احنا قرأنا وسمعنا انه عن هذه الزياره. في هذا الوقت كان مختار التتش طبعا هو في نادي الاهلي، وذهب واصر على ان يلعب في فلسطين، ولعب في عام 1943 في فلسطين، وكان له بعض يعني انعكاسات على النادي بان عنده عندما رجع الى القاهره طلب منه ان يعتذر او لا يلعب في هذا الفريق، وكان رد مختار التتش ان العمل الوطني لا يقبل الاعتذار، كفانا فخرا ان نلعب في فلسطين. فهذه رساله حب ورساله محبه من الشعب المصري ومن النادي الاهلي اتجاه فلسطين، وهذه كانت يعني من ضمن ثانيا انت لما تتكلمي عن النادي الاهلي، النادي الاهلي في قديما حديثا اجيال مكرره تحمل الاخلاق وتحمل الصوره الجيده لانعكاس للشعب المصري ولصاحب هذا النادي. طبعا ادت عوامل كثيره انه استقرار العمليه الاداريه وسلاسه الادارات والاستقرار الاداري الى عده امور ادت الى وجود نجاحات في النادي الاهلي. النادي الاهلي لا فيش فيه مجاملات، من اللي بيتعب بيصل، وكان في هناك التزام حديدي من قبل اللاعبين ومن قبل المدربين. يعني هذه البطولات اللي انت شايفاها ما جاي من فراغ، نتيجه تعب وجهد وعمل متكامل، منظومه متكامله ادت الى وصوله الى هذه المرحله. طبعا النادي الاهلي اسمحي لي وانا نائب رئيس رابطه محبي وعشاق النادي الاهلي المصري في فلسطين، يعني لا ابالغ لما احكي انا مدى شعبيه النادي الاهلي، لا بالعكس نحن نعمل تجمعات باسم الرابطه، تجمعات كبيره جدا تليق في النادي الاهلي، وهذه مردودها واقع. يعني في صور بتخرج عندكم على القناه وبتخرج الى الناس على حقيقية، مش فرد بيحكي لك احنا بنمثل، لا صور حقيقية تمثل مدى الفرحة، ونجحنا في إقامة تجمع لا مهيب
في استاد فلسطين الدولي لمشاهد مباراة، وكان بيننا إخواننا وحبايبنا المهندسين والعمال المصريين اللي بيشتغلوا في إعمار غزة حضروها معانا. وأنا حتى تفاجأت أنه كانت 90% من أو كله اللي موجودين في الإعمار برضو أهلوية، وشاهدنا مباراة في النتيجة كانت لصالح نادي الأهلي في إفريقيا. فهنا شعبية النادي الأهلي في فلسطين يعني شعبية من أكبر النوادي، بديش أحكي لك أكثر من النوادي المحلية اللي عندنا بنشجعها طبعا، إضافة إلى وجود روابط تلاقي في قطر، تجمعات في السعودية، في 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 الجزائر، في يعني يعني نادي له شعبية في كالأندية الدولية، نادي يتمتع في شعبية جارفة، ونتمنى له التوفيق. يعني بصراحة احنا المباراة اللي فاتت، المباراة في القاهرة، انا بالنسبة لي كجمهور تحمل عدة مدلولات. المدلول الاول، انا يعني وجدنا بعد غياب الشناوي في المباراة، وكان شوبير مصطفى شوبير انه كان الحارس البديل في مباراة حساسة جدا وفي وقت توقيت يعني كان بالنسبة له صعب، ولكن أثبت إحنا نجحنا إنه وجد حارس مرمى بديلاً. إحنا مع احترام الشديد للشناوي إنه لا، يجب أن يكون جاهز وفي في جهوزية، ما كانش لأجل الصدفة، لا، كان خاض مباريتين في الدوري، مباريتين كان متميز جداً، إضافة للمباراة كان يعني متميز ومتألق، قدر يدينا طمأنينة. المباراة كانت يعني الروح والعزيمة والجمهور الرائع اللي كان أدت هذا، صحيح إجا هدف صعب، أنا ما بدي أحكي على التحكيم وما بدي أحكي على المجاملات التحكيمية، وخصوصا إنه راح إحنا إلنا بطولة من نتيجة التحكيم مع نفس الفريق الوداد، لا، أنا بدي أحكي إنه إن شاء الله الأهلي يكون قد الموعد. الأهلي لعب في المغرب، لعب في القاهرة، لعب في أي مكان، الأهلي يحمل فريق عنده الرجولة والانتماء الصادق، وإن شاء الله تكون البطولة المفضلة إلنا في خزائن النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقدم تحياتنا للشعب المصري وللنادي الأهلي ولإدارة النادي الأهلي، مجلس الإدارة. بالنسبة لشعبية النادي الأهلي، شعبية كبيرة عندنا موجودة في غزة، دائما إحنا ما بيصير عندنا تجمعات في المباريات المهمة في الكافيهات أو في أي مكان مطاعم، بيكون تجمعات لرابطة مشجعين النادي الأهلي، بتجمعوا كل المشجعين النادي الأهلي في مكان واحد، بيقوموا عملية التشجيع، وحتى بعد المباراة بتصير عملية الأفراح لو إن شاء الله فاز الأهلي، ودائما ما يفرحنا بتصير عملية الأفراح في الشوارع والسيارات، وبيطلعوا بالأعلام المصرية والأعلام النادي الأهلي، بيجوبوا جوانب مدينة غزة. وطبعا معروف شعبية النادي الأهلي في مدينة غزة شعبية كبيرة جدا موجودة، والكل متكاتف حول النادي الأهلي، والنادي الأهلي دائما مصدر السعادة والفرح لينا، وإحنا تربينا من حد ما كنا أطفال، تربينا على حب النادي الأهلي، وكل فلسطين وبنولده على حب النادي الأهلي، لأنه دائما هو مفرحنا ممتعنا. والله أنا بتكلم أنا بصفة رئيس ملتقى مدربين فلسطين أو المحافظات الجنوبية، يعني هو الماتش ده ما يقبلش الاسم على اتنين. أنا من ناحية فنية الفريق الأهدى والأعصاب أهدى هو اللي حيقدر يفوز إن شاء الله، وتوقعاتي أنا بطمن جمهور النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله حنفوز 1-0 في الدار البيضاء، ونرجع بالأميرة رقم 11 لخزينة النادي الأهلي، وهذا نتمنى. وطبعا أنا متفائل دائما، الكابتن محمود الخطيب أينما ذهب على رأس أي وفد لازم يرجع بالكاس، تحياتنا ونتمنى الشفاء لكابتن محمود الخطيب، وللنادي الأهلي يرجع إن شاء الله منصورين، ونفرح معاه في النادي الأهلي، ونحن نكون موجودين في البطولة إن شاء الله.